تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ الاتحاد الديمقراطي منذ تأسيسه في العام 2003 من منطلقات نظرية وبراديغما انطلقنا منها منذ بداية تأسيس حزبنا حتى هذه اللحظة. من أهم هذه المنطلقات النظرية المجسدة في فكر الأمة الديمقراطية أن الأزمة في الشرق الأوسط وعموم المنطقة هي أزمة بنية، من ثم هي تأتي في لبوس الأزمات السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية. النظر على أن الأزمة في كردستان وسوريا وعموم منطقة الشرق الأوسط ضمن نمطيات معينة بالتأكيد لن توفي الحلول حقها. من أجل ذلك اعتمدنا منذ بداية تأسيسنا وحتى هذه اللحظة على مثل هذا النهج، نهج الأمة الديمقراطية المجسد بدوره على يد الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان. أنا عايز جملة مفيدة. أن الأفكار والآراء والأهداف والاستراتيجيات المتبنى من قبل حزبنا تلامس جوهر المسألة أو جوهر المسائل بعمومها. إذا لا يمكن عد أن الأزمات التي تمر بالمنطقة والتي باتت ساحة احتراب وساحات صراع في هذه المرحلة الانتقالية سوى أنها تأكيدات إضافية رغم فجاجة الأمر على صحة وصوابية النظرية الفلسفية أو الأفكار التي نعتنق بها. طبا لك ولأمثالك. البدائل وفق حزبنا، وفق تفكير حزبنا، الانتقال من حالة الأمم النمطية إلى حالة الأمة الديمقراطية، الانتقال من شكل الدولة القومية المركزية إلى شكل الإدارات الذاتية الديمقراطية. سافل. تبا لك يا شماسي يا سالوم.